اليوم حكشف لكم عن أول سر عشان نعمل برجر بجودة برجر المطاعم. أول حاجة اللي هي خبز البرجر اللي إحنا بكل بساطة حندهنه بزبدة، الزبدة حتكون منكهة بثوم أو أعشاب إيطالية مجففة أو حتى بالقهوة اللي حتعزز نكهة اللحمة. اليوم حستخدم الأعشاب الإيطالية مع الزبدة وحخلطهم وأدهنهم على الخبز. بعد كده حنشوي لمدة 30 ثانية إلى دقيقة، وطبعاً لازم تكون حرارة مقلاية الشوي مرتفعة عشان تبان علامات الشوي على الخبز. ولا تنسي السر الحقيقي في صوص البرجر.